شبابنا وحيرة الشباب وأهل الدير طبعاً هم أعرف بهؤلاء الشباب، ولكن نحن كرابطة عوائل شهداء ومجموعة من عوائل المعتقلين نود أن نكون مباشرة في الصورة، نود أن نواكب هذا الحدث المؤلم بالنسبة لنا، هذا الحدث الذي ترك أثرا سيئا جدا في قلوب كل الأحرار والشعراء. طبعا احنا برامجنا عادة تكون كلمات لآباء شهداء وبعض الأخوة الحقوقيين وبعض الأخوة من عوائل الشهداء وبعض النشطاء. بقدر الإمكان نحاول أن نضغط الوقت على أساس أن احنا هذه الكلمات تصل إلى عائلة المعتقلين محمد رمضان وحسين.